قفلنا صفحة منتخبنا الوطني على الأقل مؤقتا لحين المساندة إن شاء الله الواجبة لمنتخبنا خلال الفترة القادمة، ولكن دلوقتي عندنا مهمة تانية للنادي الأهلي ممثل مصر في كأس العالم للأندية، ومهمة تبدو صعبة أيضا في ظل أن أنت كسبت مونتريال امبارح، وفي واحدة من المستحيلات اللي كانت بتتقال، يعني كان هناك بعض المستحيلات خلال الفترة السابقة منها أن النادي الأهلي يكسب أولى مبارياته، ولكن النادي الأهلي صنع المستحيل وكسب أولى مبارياته. ولكن المباراة القادمة من وجهة النظر الفنية أصعب كتير، وعندك لعيبة جاية من المنتخب، عندك لعيبة مصابة من ناحية الإحباط، يعني معنويا مصابة معنويا عندها إحباط كبير بعد خسارة منتخبنا الوطني، وبالتالي إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي هيحصل بكرة برضو أمير تقول لنا من النهاردة؟ طيب، يعني هو اكيد مبدئيا هيبقى في شغل كبير وعمل شاق من الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مع عناصر منتخب مصر، وازاي يتم تهيئتهم نفسيا لمباراه بالميراس بعد الاخفاق في كاس الامم الافريقيه. ده شغل هيبقى كبير جدا هيقوم بيه كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني والجهاز المعاون بكل تاكيد، وان شاء الله ينجحوا في هذه المهمه. عايز بس اوضح حاجه كابتن اسلام بخصوص اللاعبين العائدين باذن الله الدوليين الخمسه بتوع النادي الاهلي اللي جايين من الكاميرون. كان في محاولات مستميته برضه عشان ده يبقى توضيح لجمهور النادي الاهلي، لان البعض مش فاهم الامر كويس وزعلان شويه متابع السوشيال ميديا، فحسيت الناس يعني ليه يا جماعه فيش طياره خاصه تجيب اللعيبه. لا، لازم نوضح الكلام ده لجمهور النادي الاهلي. يا جماعه كان في فعلا محاولات انا شفتها بعيني من الصبح على مدار ساعات متواصله في محاولة توفير طائرة خاصة لمجموعة لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر، بحيث ان الطائرة دي تتحرك من هنا من أبو ظبي تروح على الكاميرون تاخدهم ويرجعوا. بس يعني تم اكتشاف ان الموضوع مش هيفرق في حاجة في عامل الوقت، لان الاجراءات بتاخد وقت كبير جدا جدا وموافقات كتيره جدا. والكابتن محمود الخطيب في الحقيقه يعني بنفسه تواصل وعمل اتصالات على جميع المستويات لمحاوله حل هذه الجزئيه وان هم يجوا بشكل اسرع، لكن كان الوقت هيكون اكتر. فتم اكتشاف ان المصلحه تقتضي ان هم يرجعوا مع المنتخب للقاهره باذن الله سالمين، ومن ثم هيقعدوا بالظبط ساعه او اتنين بكتير في مطار القاهره، يتحركوا على طول على ابو ظبي ويوصلوا باذن الله بكره العصر بكتير هيكونوا موجودين هنا مع البعثه، يعني تقريبا نفس المده اللي كان هيتم استغراقها في حاله استقلال طائره خاصه. انضموا للبعثه وكل الامور باذن الله هتكون كويسه، وان شاء الله يتم تجهيزهم بشكل مميز. فيما يتعلق ب يعني برنامج الغد بكره، هيكون في مسحة الساعة 10:30 الصبح لجميع عناصر البعثة بشكل كامل، وهي مسحة المباراة، وإن شاء الله بإذن الله الكل يبقى سلبي وكل يبقى جاهز لمباراة بالميراس. بعد المسحة هيكون في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراة، بعد كده في الفندق ميعاد الغداء، بعد كده هنروح للمؤتمر الصحفي بتاع مستر بيتسو موسيماني. وحتى الآن الاتجاه إن تدريب النادي الأهلي يكون على الملعب الخاص بتدريبات الاهلي، مش على الملعب اللي هيستضيف المباراه، لان هو نفس الملعب، ملعب آل نهيان. ففي توجه عند الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني ان المران يكون في ملعب التدريب اللي بيقام كل يوم في نفس هذا الملعب. تقدر يعني تحدد لنا اللعيبه الدوليين هيوصلوا الساعه كام؟ هيكون بعد مؤتمر صحفي التدريب، وبعد كده الامور تمشي بشكل عادي. يعني اتفضل يا كابتن. بقول لك تقدر تحدد لنا اللاعبين الدوليين هيوصلوا الساعه كام ان شاء الله الامارات؟ لا، ده هيترتب على تحرك طائره المنتخب من الكاميرون، هي طياره خاصه في الكاميرون اكيد، فعقبال التحضيرات وكل هذه الامور يتحركوا باذن الله. بمجرد ما يوصلوا للقاهره باذن الله هيبقى زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام ساعه اتنين بالكثير، وهيطيروا على طول ان شاء الله في اتجاههم لابو ظبي بالكثير بالكثير على العصر، يعني هيكونوا متواجدين مع الاهلي هنا في ابو ظبي ويتم تجهيزهم بالشكل الامثل. سؤال مهم تاني، محمد الشناوي هيكون متواجد مع اللاعبين؟ اتفضل. محمد الشناوي حريص على التواجد، عايز يجي، عايز يآزر الفرقه في كاس العالم للانديه. اخر معلومه عندي ودي المعلومه دي كانت الصبح،
هو مش مسجل في القايمه، لكن هو عايز يجي يقازر الفرقه بما انه كابتن من كباتن النادي الاهلي، وطبعا لعيب مهم وخبرات عظيمه جدا. لكن معلومه، اخر معلومه كانت عندي النهارده الصبح، ان الشناوي عنده اصرار كبير ان هو يوصل مع اللعيبه الدوليين لابو ظبي عشان يقازر فرقه النادي الاهلي. حصل تعديل في المعلومه دي او لا؟ ده يعني بناء على الاتصالات اللي حدثت بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال ما بين الكابتن سيد وما بين محمد الشناوي، والامور كلها حبان، واكيد اي جديد في الجزئيه دي انا هبلغ بيها طبعا قناه الاهلي وكل زمايلي في القناه، ده امر مؤكد يعني. تمام، اذا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله في تمرينته اللي هتبقى الخفيفه ما قبل المباراه. ان شاء الله كل التوفيق للجميع، ان شاء الله الكل يكون خلف نادي الاهلي. بعد ما قفلنا صفحة منتخبنا الوطني نبص بقى لممثل مصر في كأس العالم للأندية، والكل الحقيقة يبقى واقف وراه إن شاء الله ابتداء من بعد بكرة إن شاء الله في المباراة الهامة جدا. أنا بشكرك جدا زميل العزيز أمير هشام، زي ما حضراتكم عارفين دائما أمير بيجيب لنا كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي.